وتبقى الدنيا زيطة بينا ومش هتفرق حتى لو بقينا فرطة كبيرة. المهم ان لو انت ساعتها يكون في ايدينا الشنطة. بس قول لي انت السكة منين وهتلاقيني معاك. انا بقالي سنين كتير بحلم باللي انت بتتمناه والموضوع زاد عن حد وفكرت ان ده جنان. وانت شكلك عارف خطة هتخلينا في الامان. تمام السكة وزي صاحبي وانت برضه فاهم. ولو لقينا الشنطة هي خادم وانت خادم ومش هسيبك عيب ده انت برضه ابو الواجب. واكيد ساعتها مش هقول لك اني نفسي اسافر ولا اقول لك انا حاطط مشروع وانت تكون مديره وبكده نزود فلوسنا ونرفع الشكل من ديله. قلت ايه الحلم شكله بيتحول حقيقة. قول لي بقى الطريقة وخلينا نلاقي الشنطة. نفسنا نحلم مرة ونبقى حاجة بغير الحياة وكتير اوقات فيها بنسرح اننا عايشين كل ده. نفسنا نحلم مرة ونبقى حاجة بغير الحياة وكتير اوقات فيها بنسرح اننا عايشين كل ده. مش مهم هنعمل ايه المهم تكون سوية. انت فاهمة ولا ايه؟ بص الموضوع ده شكله مش هيكون بسيط وانا خايف ان اطوعك.